عجز الأطباء عن تشخيصها، عجز الطب وأقسم بالله شهادة أحاسب عليها، عجز الأطباء عن تشخيص مرضي. فسبعة سنين وأنا كنعس ساعة ساعة ونص إلى غاية ساعتين، نعست مع 12 ليلة الجوج كنبقى حالة عيني، نعست من الجوج ثلاثة حالة عيني، ولكن لا ما تقوليش لي أنا كنت متصالحة مع نفسي، كنت راضية بالبلاء ديال سيد ربي الكريم وكنت فرحانة كنقول صافي أنا إنسانة قوية لم يهزمني المرض. لا يهزمكم المرض ولا يهزمكم الفقر، فكنت متصالحة مع نفسي وبقيت سبع سنين وأنا بهذا الشكل كنفيق مع الخمسة الصباح، كنقول هذا الفياق كيخليني ندير واحد الشعائر، واحد الشعائر الفجر ما عطاش سيد ربي لأي واحد. فأنتي كتفيقي كتصلي الفجر غايت ما فيكش نعاس، ماشي لأننا عندنا واحد الوازع ديني، فالوازع الديني جابوا لي البلاء وجابوا لي المرض. فأشنو درت؟ بقيت مستانسة مع المرض إلى أن تشخص المرض. فواحد السيد قلت له راه ما عنديش أنايا العلاج، قال لي سير لدي إكسان. مشيت لدي إكسان، أنا كنت أصعب من الأخ علي، ماشي شي حاجة اللي ما كنتش سادة عقلي، ولكن خاصو يخاطبني، يخاطب لي العقل ديالي، يخاطب لي ليموسيون، ما غنمشيش معاك. لماذا؟ لأنني ديريكتيس كوميرسيال منذ 29 سنة، فأنا يعني لو كوميرس العادي التقليدي اللي أنا كنت عندي الحمد لله حققت فيه إنجازات بحكم يعني بزاف لي بوست اللي دوزت، سواء دي زورغانيزم عاديين لأننا كلنا كنبداو من الصفر، دوزنا شركات صغيرة متوسطة دي ملتي ناسيونال، من بعد درت شركة ديالي خدمت مع الزوج ديالي، فاكتسبت مهارات في التسويق ولكن التسويق التقليدي التقليدي. فقال لي سيري لهاد لاسوسيتي، مشيت أنا باغية غير العلاج. فملي مشيت خديت المنتجات أقسم بالله من الأسبوع التالي نهار 12 يوم بالضبط أنا خديت المنتجات خزنا على عائلتي كاملة. علاش؟ لأن كان اللي خدا منتج من التليفون كنضحك عليه، كنقول الطب وعجز الصراحة عجز، ولكن منين أنا جاتني المعلومة علاش الأستاذ أنور قال لكم تسويق شبكي عبر العلاقات، لان الشخص اللي غيعطيك هذه المعلومه وانتم عزلوا الشخص اللي من تعطوا المعلومه يكون انسان كيثق فيكم، غيعرف انكم ما غاديش تتاجروا في الصحه ديالو، ما غاديش تكذبوا عليه، ما غاديش تبيعوا له الوهم، غتعطيوه الصدق في الصحه وفي المال، غيكون اصلا نتوما منبع ثقه، منبع ثقه. فلذلك علاش حنا اصلا ديكسان